السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ عبد العالي حفوظ، قناة القلب السليم لنا ولكم إن شاء الله تعالى. لا شك أن في هذا الفصل، فصل الشتاء، يكون بردا شديدا، وأن أطفالكم ونساءكم وأحبابكم يمرضون بالزكام والرشح والسعال إلى غير ذلك من الأنفلونزا. ولكن الحمد لله هناك أمور طبيعية، وهي تنفع الكحة إذا كانت مليئة، أي أنها تكون الكحة عامرة أعزكم الله بالتنخيمة. فنأتي باللفت الأبيض ونحكوه وتنديروا بإذن الله السميع العليم طريقة جميلة جد جدا. فهيا بنا نقيو بإذن الله السميع العليم واحدة ثلاثة اللفتات. واللفت الله سبحانه وتعالى خلقه وتيتجبد تحت الأرض، وله فوائد عديدة، وتيقوي حتى المناعة ديال الجسم والمذاق ديالو، حيت تيتحك وتيدار عليه سنيدة، تيتخمر واحد جوسو على ثلاثة، وتنعصرو في واحد الزيف ولا هي بيدي، وتم تكون عندي محلول سيرو. الا كان الطفل صغير فيه الكحة عامرة بالتنخيمة بلا ما تشيلو السيرو ديال الصيدلية، لانه تيهلك المناعة، حاول تصنع له سيرو طبيعي، ما هو سيرو ديال اللفت، محلول اللفت، تياخد هو كصغير، ويقدر يتعطى حتى للطفل اللي عنده سنة، من سنة إلى 10 سنوات ملعقة صغيرة من ذلك المحلول اللي غنصنعو دابا. الله يفتح عليك شي معلقة كبيرة ديال سنيدة، هاتيني بها من داك السكر نجمعوها إن شاء الله تعالى. وهاد الوصفة أنا راه ديما تنديرها الحمد لله ليا ووليداتي، وعلمتها للناس وبينتها لهم الحمد لله، والشكر لله سبحانه وتعالى. وشكرونا السكر، القارورة ديال السكر، بسم الله نحكو هاد اللولة بعدا، وسهلة والحكام حسن من المولينكس او الخلاط باش ما تضيعش، كان دغيا دغيا. وحتى تحك الحاجة تبقى المفعول ديالها جيد. والله هو ولي التوفيق. وهاد الوصفة كما قلنا دائما الحمد لله تنديرها، وهي تتقوي تا البدن، وخلاص كما قلنا من سنة إلى 10 سنوات ملعقة صغيرة قبل الفطور، وملعقة صغيرة قبل الغداء، وملعقة صغيرة قبل العشاء، وملعقة صغيرة قبل النعاس، 3 أيام إلى أسبوع. وتتقطعي عليه السقاطة من الذرة والحلوى والشكلاط دانون رايبي باش تقوى المناعة ديالو، وحينها نعطيوه ديك الساعة اللي بغينا. وهاد الوصفة كذلك ما صالحاش غير الكحة، صالحة حتى للطاقة البدنية للجهاز الهضمي وللقنوات الداخلية، وكذلك زيانة الجهاز التناسلي. هي هذا الشيء البسيط، بارك حنا جميعا. هنا ما كاينش سنيدان، نهزو من السكر واحد
الملعقة كبيرة أو اثنان ديال السكر، تجمعوها هكذا ونخليوها تخمر من ساعة إلى ساعتين أو ثلاث ساعات. للصغير ملعقة صغيرة وللكبير ملعقة كبيرة، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى تنفعكم هذه الوصفة هذه، والسلام عليكم ورحمة الله. وبعد ثلاث ساعات عصرناه وجاء بهذا اللون. هذا دابا يسمى سيرو، محلول طبيعي وبالشفاء للجميع إن شاء الله.